في يوم من الأيام الست دي كانت بتحضر الأكل لبنتها اللي عندها 6 سنين. ست بنتها بتلعب وكل حاجة تمام وزي الفل. والدتها كانت عمالة تبص عليها، ولما لفت وشها بتبص قدامها بتتصدم جدا لما بتلاقي الحوض فجأة بقى لونه أسود وعليه رماد كتير. فالأم استغربت جدا من اللي بيحصل وإيه اللي حول الحوض بالشكل ده، ولما بتبص حواليها بتشوف كأن البيت حصل في حريقة وولع. وهنا الأم كانت خايفة جدا وعمالة تدور على بنتها لكنها مش لاقياها، رغم إن البنت كانت قدامها من ثانية لكنها اختفت من قدام عينيها. الأم بتكون منهارة ومش فاهمة ايه اللي بيحصل بالظبط، فبتروح على أوضة النوم، ولما بتروح هناك بتشوف حاجة غريبة جدا، وهي ان بنتها اللي عندها 6 سنين عمرها قل وبقى عندها حوالي سنة، وكمان الأوضة رجعت زي ما كانت زمان. فالست بتاخد بنتها وبتخرج بره البيت بسرعة، بتلاقي ان البيت كله كأنه ولع زي المطبخ بتاعها بالظبط. بس الغريب ان بيكون كل ده حصل من غير ما يكون في اشتعال النار، كأن البيت ده رجع بالزمن لورا، لان نفس حادثة الحريق دي حصلت قبل كده بس من زمن بعيد في نفس البيت. سكان البيت كلهم نزلوا من البيت وهم مرعوبين، وفجأة بيلاقوا البيت بيترعش قدامهم، كلهم بيبقوا مستغربين والبيت بيرجع طبيعي زي الاول، وكمان بنتها بترجع لسنها الطبيعي. لو عايزين القصة كاملة اكتبولي في كومنت.